فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يفهم من حديث عمر رضي الله عنه أن أعمال الدنيا من تجارة وزواج وغيرها ليس للمسلم فيه أجر، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ كلام في الهجرة، الكلام في الهجرة، الذي يهاجر يريد الدنيا أو يريد الزواج ليس له أجر الهجرة، ليس له أجر الهجرة، وإنما له ما نوى. أما إذا قصد بطلب الرزق الاستعانة على عبادة الله والاستغناء عن الناس فإنه يؤجر. كذلك إذا قصد بالزواج إعفاف نفسه وطلب الذرية والمتعة المباحة يؤجر على ذلك أيضا. نعم.